والت ديزني هو سفير الحرية للولايات المتحدة الأمريكية من أجل جهده المتفاني الذي لا يعرف الكلل في خدمة الأشياء الأعظم أهمية، الكرامة الإنسانية والمسؤولية الشخصية، من أجل طبيعته الخلاقة والمتمكنة في توصيل آمال وطموحات مجتمعنا الفقير إلى أركان كوكبنا البعيد. هذا هو نص الخطاب الذي قرأه الرئيس الأمريكي آيزنهاور وهو يخلد والت ديزني ميدالية جورج واشنطن عام 1963. وقد أعلن والت ديزني منذ قديم أنه يقدم التسلية ولا شيء أكثر من ذلك، وفي نفس الوقت وصفه أحد مراقب التعليم أن والت ديزني المعلم الأعظم في هذا القرن. وفي نعي لوس أنجلوس تايمز لوالت ديزني أوردت هذا الوصف المعبر: لم تكن شخصيته تعرف السياسة، لكنها كسبت تعاطف الشباب أيا كان انتماءه السياسي أو الأيديولوجي. وتمر الأيام والسنوات، فبعيدا عن ترويج الشركة للحياة الشاذة والدفاع عن الشاذين جنسيا، حين أصبحت تخصص يوما سنويا في ملاهيها يعرف باسم يوم الجسد، تولى اليهودي مايكل إينز رئاسة والت ديزني عام 1984، واستقدم معه مجموعة من اليهود أقحموا الشركة في عدة مجالات أثارت الضجة من حولها. فحين أصدرت فيلما بعنوان القسيس عام 1995، استفزت الكنيسة الكاثوليكية وارتفعت الأصوات المنادية بمقاطعة والت ديزني، ثم أثارت الشركة ضجة حول اشتراكها في تمويل فيلم آخر بعنوان دوغما الذي عرض في عام 1999. يحكي الفيلم عن قصة الملكين اللذين طردا نهائيا من الجنة لارتكابهما الفاحشة وعوقبا بأن ينزلا إلى الأرض، ففكر في نزع أجنحتهما والتحول إلى البشرية، مما يضمن لهما العودة إلى الجنة التي طردا منها، وهذا يعني محاولة خداع الله. الأمر الذي أفرز بمضي الوقت تيارا بين الأمريكيين المتدينين، بدأ في الجهر بمقاطعة منتجات الشركة، حتى إن عدد المنظمات التي تدعو إلى المقاطعة وصل إلى 21 منظمة في الولايات المتحدة. وحدثت نفس الضجة في فرنسا، مما اضطر الشركة إلى التراجع عن المشاركة في إنتاج الفيلم. وفي بداية عام 1999 اضطرت شركة ديزني إلى سحب 3,400,000 نسخة لشريط فيديو من الأسواق بسبب احتجاج تلك المنظمات على احتوائه صورة لامرأة عارية.
وإذا كانت شركة ديزني قد استفزت الضمير المسيحي، فإن ما فعلته في حق العرب والمسلمين كان مضاعفا ومغلا في التجريح والازدراء والمهانة. فالعربي إنسان متخلف بلا أخلاق، أما المسلم فهو شرير وجبان وإرهابي، وهذه الصفات توزعت على أفلام ومسلسلات عدة، منها علاء الدين، كاظم، في الجيش الآن، عملية الكوندور، عودة جعفر وغيرها. وفي 30 سبتمبر عام 1999 افتتح في ملاهي والت ديزني معرض قرية الألفية تحت عنوان عالم بلا حدود، وخصصت جناحا لإسرائيل يحمل عنوان القدس عاصمة إسرائيل. وقد ألغي في هذا المعرض كل ما هو فلسطيني حتى ظهرت نجمة داود مكان قبة الصخرة، وعرضت الآثار الفلسطينية في القدس على أنها آثار إسرائيلية، وكل ما كان في المعرض من مأكولات ومشغولات فلسطينية بيعت للأمريكيين باعتبارها إسرائيلية، وغير ذلك الكثير. وقد أثار هذا الأمر ضجة كبيرة في الأوساط السياسية العربية والإسلامية، فما كان من شركة ديزني إلا أن غيرت عنوان الجناح إلى القدس في قلب إسرائيل. لقد صرح أحد مسؤولي شركة ديزني في خلال أحداث ذلك المعرض: نحن نهتم بالثقافة وبعيدون عن السياسة. وصرح آخر: لا أستطيع أن أفكر في هدية يمكن أن نتركها لأولادنا أهم من معرض عالم بلا حدود. أما السفير الإسرائيلي في واشنطن فقد أعد خطابا شديد اللهجة وزع في 29 سبتمبر عام 1999، وصف فيه المعارضة العربية بأنها ابتزاز سياسي ومرادف للإرهاب. وفي هذا القبر في هوليود يرقد صاحب أكثر من 400 صوت شخصية كرتونية، والذي يدعى ميل بلاند. والت ديزني والتسلية البريئة.